اهلا وسهلا بكم مشاهدينا، اتمنى لكم بدايه يوم حلوه وموفقه، ان شاء الله تقضون وقت ممتع ومثمر بحلقه اليوم. راح نكون وياكم على مدى ساعه ونصف من الان بمختلف المواضيع والفقرات بحلقه جديده من صباحكم لهذا اليوم. صباح الخير بلال. صباح الخير آية، وصباح الخير على كل الناس اللي يتابعونا، ونبلش من عندكم خبر. أول الأخبار مشاهدينا لهذا اليوم نبديها من القرارات اللي أصدرتها محافظة أربيل بعد حريق سوق القيصرية التراثي، حيث أكدت فتح تحقيق بالحادث في أسباب عدم عمل منظومة إطفاء الحرائق في السوق وتنظيف وتنظيم جديد للسوق بلا تجاوزات لكي يتم افتتاحه أمام المواطنين. أصدرت المحافظة سلسلة قرارات، منها إعفاء أصحاب المحال المتضررة من الإيجارات الحكومية لمدة سنة كاملة، ومن أجور الخدمات لستة أشهر، ومن الضرائب أيضا بنسبة 150% خلال عامين، وشمولهم بقروض بنكية بدون فائدة وتعويض مالي بدل عملاتهم الورقية من الدينار العراقي التي احترقت. ومن أربيل إلى بغداد، إذ أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية تفعيل المحطات المحمولة لإصدار البطاقة الموحدة للراقدين في المستشفيات، مشيرة إلى إصدار بطاقات موحدة لـ 37 مليون عراقي حتى الآن. أوضحت المديرية أن المحطة المحمولة مجانية، ويمكن أن تتوجه إلى المريض الراقد في المستشفى لإنجاز البطاقة الخاصة به، منوها بأن المديرية أنهت التعامل بالجنسية السابقة في جميع الدوائر لتحل بدلا منها البطاقة الموحدة منذ الشهر الماضي، وأشارت إلى بمشروع المحطة المحمولة للجالية العراقية في الخارج. وفي سياق آخر، أعلنت وزارة النقل تحديد يوم السبت المقبل 18 من أيام موعدا لبدء تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى الديار المقدسة في المملكة العربية السعودية. أوضحت النقل أن عملية التفويج ستكون بواقع 5 رحلات يوميا، وتستقر حتى تصل إلى 10 رحلات يوميا ضمن الجداول المعدة، وسيتم إشراك الطائرة التي أعيدت صيانتها ودخلت الخدمة، وهي نوع بوينغ التي تتسع إلى 364 مسافر، إضافة إلى طائرة الأحلام وباقي أسطول طيران الخطوط الجوية العراقية في عملية التفويج. وفي الخبر الأخير من قطاع غزة، في دولة فلسطين يدخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه 221 على التوالي، حيث يواصل الاحتلال القصف الجوي للاحتلال على مخيم جباليا شمال القطاع، بينما تحاصر قواته مدينة رفح بعد السيطرة على المعبر الرابط مع مصر. أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنه أكثر من 300 ألف شخص فروا من مدينة رفح جنوبي القطاع خلال أسبوع، منذ أصدر الكيان الإسرائيلي أمر إخلاء جزئي، واصفة ما يجري بالإجلاء القسري غير الإنساني، مشيرة إلى أنه لا مكان آمن يمكن الذهاب إليه، في إشارة إلى القصف الذي يشنه العدوان الإسرائيلي على المناطق السكنية. مشاهدين، هذه كانت آخر الأخبار، بيعدكم خبر بصباحكم لهذا اليوم. الآن ننتقل معكم إلى نشرة الطقس في عموم المحافظات.
مشاهدينا نذهب إلى المرور. مشاهدينا، الطقس أي والمرور من ضمن الأشياء اللي ممكن هي تساهم بتحسين المزاج، إذا كانت جيدة وإذا كانت سيئة فأكيد المزاج راح يكون سيء. وما ننسى أيضا الرياضة وتأثيرها على المزاج بشكل عام، لذلك خلونا نروح نشوف كابتن عبد الله شنو محضر لنا لهذا اليوم. صباح الخير مشاهدي قناة يو تي في، فقرة رياضية صباحية جديدة. اليوم تمارين راح تكون تمارين الكروسفيت، من خلالها نقدر نحافظ على جسمنا. شنو التمارين اليوم؟ راح ناخذ بالدمبلز بول جيرك، بعدين ناخذ جي تي او، بعدين ناخذ سناش، بعدين ناخذ بيربي. تكرارات راح تكون من 15 تكرار الى 20 تكرار، يا اما ناخذ نظام التايم اللي هو من 30 ثانية الى 40 ثانية. راح نبلش حماية بسيطة وياكم، تقدر من خلال الشاشة تقدر تتمرن وياي بعد ما توفر هذه اللي المستلزمات اللي هي كلش بسيطة، من قرص إلى دمبل. راح ناخذ حركة بسيطة up 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up، بلش 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راح شوي ننزل up، نسحب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. راح ننزل اب، ننزل رجلينا، نسحب اب فوق، نحيي الجسم، نسوي سويتش، نقدر عملية الإحماء يكون من 10 دقائق إلى 15 دقيقة، بين منجهز الأكسرسايز مالتنا ونبلش بالتمرين. راح نبلش أول تمرين اللي هو بول جيرك. أنا راح ننزل شوية بالورك ونصعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 more 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. سوري، 20 تكرار. هسه راح ناخذ القرص، راح ناخذ بيه جي تي او، راح ننزل اب، القرص جوا، نصعد بيه فوق 1 2. نفس شيء زفير باستمرار اثناء التمرين اب 5 6 good 7 8 9 10 10 more again 5 4 3 2 1. خلصنا راوند 2. هسه نبلش بالسناش اب، نزل داون، دخل دمبلز، نصعد 1 بدل سويتش 2 جود 3 4 5 6 7 8 9 up 10 again 5 more 1 good 2 3 4 up again. خلص التمرين الثالث، نبلش اخر اكسرسايز، هذا يكون كلش صعب، هيت كارديو اللي هو بيربي. انزل على كيفي، اسعد، اسوي جامب بسيط، ما راح اقدر، راح اعطي الاوبشن مالته اللي هو افتح القدم مالتي، انزل اب 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 اب، اسوي تاتش بالارض، من ثم ارجع اسعد. هسه راح اسوي 10 more up 1
2 3 4 Good job. 5 more. Up 5 4 3 more. 2 more. Last one. أخيرة. Good job. كملنا أعزائي المشاهدين راوند 1. نقدر هذه التمارين نعيدها من 5 راوند 4 راوند على حسب الطاقة على حسب لياقتك. نقدر شوي شوي نزيد من أوزاننا. نختم فقرتنا لهذا اليوم ونرجع وياكم الاستوديو ونلقاكم في حلقة أخرى. مواضيع مهمة بعد الفاصل. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. مؤخرا أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن خطط لرفع نسبة الشمول بالرعاية الاجتماعية كجزء من سياسة خفض مستوى الفقر، منها منح رواتب لعدد من الفئات غير القادرة على الحصول على العمل، وأيضا المساهمة في تكاليف الدراسة للعوائل الفقيرة. لكن السؤال، هل ستكتفي الوزارة بالشمول بالرعاية الاجتماعية أم هناك بدائل لفرص العمل للعاطلين؟ هذا الموضوع راح يكون هو محور فقرتنا القادمة بصباحكم لهذا اليوم. المشكلة اسمها وزارة العمل، يعني أول شيء بالاسم وزارة العمل بعدين الشؤون الاجتماعية. صراحة وزارة العمل نسيت العمل والتهت بالشؤون الاجتماعية وجت تتوزع رواتب لا هي الرواتب اللي تغني ولا هي الرواتب اللي يعني مجرد قضية يعني قرار وطارئ سريع مستعجل ما أعرف شو يريد يعالج. هل هو تأثير التظاهرات السابقة؟ هل هو تأثير خوف الحكومات من أنه الشباب؟ هل هم يريدون بس مجرد يشغلون الشاب؟ وين الشغل؟ وين المعامل اللي كانت العراق كان مليان معامل ما كان بيه معامل؟ خلي نبني معامل جديدة. ليش ما عندنا معامل؟ ليش ما عندنا مصانع؟ ليش ما عندنا صناعة أصلاً؟ ليش الشباب ما عندهم شغل؟ ليش؟ زين ليش أكو عمالة أجنبية موجودة بأعداد كبيرة جداً؟ هواية تفاصيل أكو كان ممكن بهاي الفلوس اللي انطيناها للشباب نسوي بها مشاريع نخلي الشباب يشتغلون ويحصلون أكثر من هذه الفلوس ويصير عنده إنتاج ويصير مهم. هاي القضية موجودة بكل البلدان وبأبسط البلدان وحتى ما يحتاج لها خبراء لسنوات أبدا. يجوز أنت تروح لأبسط إنسان، تروح يعني مثلا السيد الوزير او رئاسه الوزراء او اي واحد اذا هم ما عندهم درايه بهذا الموضوع يروحون يسالون اي واحد، يا بعدنا فلوس نريد نوزعها، نوزعها لو نسوي بها شغل، يقول لك سوي بها شغل، ما يحتاج لها اي موضوع. فاليوم احنا نريد هاي التساؤلات، نريد نعرف اجابات عنها. خطط وزاره العمل لمحاربه الفقر ومعالجته، يعني هي شنو المشاريع اللي راح تطلقها مثلا لمساعده الشباب سواء العاطلين او حتى العاملين؟ راح نناقشها مع ضيفنا اللي هو متحدث وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الأستاذ نجم العقابي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك أستاذ نجم. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. إحنا سعيدين بوجودك. أنا سعيد. وأنتم من الوزارات اللي صراحة يعني تستجيبون لدعوات الإعلام ومفاتحين صدركم للإعلام صراحة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ملف وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ملف كبير، يعني وزارة خدمية قطاعية تعتمد في الأول والأخير على ما يخصص لها من أموال. زين. إحنا اليوم نمنح بحدود يمكن 2,150,000 أسرة بإعانة الحماية الاجتماعية، أكبر عدد على مستوى المنطقة. صح. يعني الدول المجاورة يجوز حتى أبعد من الدول المجاورة. هي أسباب بسبب الظروف التي مرت بالبلد، بس إحنا هذا مو هدفنا، خططنا
وخاصة عام 24 نريد نغادر مفهوم الرعاية الاجتماعية. صح، هاي الإعانة البسيطة التي نمنحها إلى فئات هي متعددة وشرائح. أنا بس أسألك يعني ولو قاطع، إيش قد الشاب ده يأخذ؟ الشاب يعني هو قانون الحماية الاجتماعية طبعا رقم 11 لسنة 2014، إحنا نتعامل يا الأسر، هذا القانون ما يتعامل ويا الأفراد. الأسرة مؤلفة من 4 أفراد من 1 إلى 4 فيما فوق، بالنسبة للمرأة التي تعي الأسرة تأخذ 325 شهريا. زين. أما الرجل، الرجل أيضا نفس العدد يأخذ 275 دينار شهريا. يعني إحنا خلينا فرق 50,000 للمرأة. يعني باليوم طبعًا 1,000. إيش قد؟ 10,000. إحنا ما نسميها راتب، هي إعانة مساعدة. أعرف إيه. ولهذا مهما يكون المبلغ هي بالأخير إعانة. يعني هذا العدد المليونين ومية وخمسين ألف أكيد أكو بحدود 500 إلى 600 ألف من الشباب أصحاب الأسر من القادرين. مو ضد طبعًا، مو ضد الموضوع. لا بس إحنا بدهم يشتغلون. إيه إحنا من القادرين يعني. ولهذا طبعًا حسب البرنامج الحكومي ودعم كبير من السيد رئيس الوزراء وسعي وزير العمل الأستاذ، اتجهنا اطلقنا على عام 24 عامل عمل حقيقة. شلون؟ احنا عندنا القروض الصغيرة، احنا منحنا سابقا 60,000 قرض يتجاوز 8-10 إلى 20، بس اغلبها راحت غير اهدافها مع الأسف. شون؟ راح بناء لغرفة، لو تزوج، لو شراء سيارة. اي والله، وصرف المبلغ وبالأخير ما يقدر يسدد المبلغ وصارت مشكلة بينه وبين الكفيل. أيه. ولهذا لا، احنا اليوم القروض اختلفت، خصصنا 400 مليار دينار عراقي للقروض الصغيرة. اليوم القرض الحد الأدنى من 20 إلى 30 إلى 50 مليون، أبو 20 مليون يتحتم عليه يشغل واحد من الباحثين عن العمل، يعني المسجل في قاعدة بيانات العمل والتدريب المهني، ويشمل بالضمان الاجتماعي. أبو 30 2، وهكذا أبو 50 3، على تكون هناك يعني يكون مشروع حقيقي، اكو جدوى اقتصاديه. راح يعني حتى المقترض انت شنو الالتزام هنا؟ انا ادخلك دوره تطويريه، نطور مهاراته وقابلياته تلام سوق العمل العراقي. احنا عندنا مراكز تدريبيه في بغداد والمحافظات موجوده هاي، واحنا السنوات الماضيه حتى كنا ناهله وندربه ونطي، يعني شنو ندرب عليه؟ نطي عده كامله مجانا، حتى نطي اجره النقل والله يومي 10، وش قد نشجعهم. هو يريد يعتمد على هاي الإعانة. هاي الإعانة الاجتماعية وجدت لفئات هشة، ضعيفة، فقيرة، كبار سن، معاقين، أرملة، مطلقة، أيتام، مو لشاب قادر على العمل. مو شاب. ولهذا طبعًا احنا دائما طبعا ومن خلالكم طبعا ندعوهم. يعني بالمناسبة فتحنا تطبيق أرزاق. شنو تطبيق أرزاق؟ هذا خاص بالمستفيدين من إعانة الحماية الاجتماعية، الخاص يعني يحصل على قروض صغيرة، نمنح القرض، ندربه ونطوره ونطي القرض، وتستمر الإعانة 3 أشهر ونقطعها نهائيا. زين. حتى لا يضر يعتمد على الإعانة الاجتماعية. نريد نفتح له مشروع، وإحنا راح نبقى وياه. أكو فرق تفتيش، ما راح أعطي المبلغ بصورة مباشرة مثل ما كان نعم. سابقا. حاليا أنت حضرتك تحدثت ب جملة من الإجراءات من ضمنها راتب الإعانة. نعم. وهذه مشاريع والدورات التأهيلية اللي تقدموها حاليا للشباب. هذه الخطوات اليوم هي تعتبر حلول حقيقية حتى ممكن أنه إحنا نواجه خط الفقر، بما أنه الإحصائية اللي صارت من وزارة التخطيط بال 22 وصلت أكثر من 25% أو 25% 22-23%. فشنو الإجراءات اللي ممكن هي تكون أقوى؟ هو إحنا جايش بالحديث. نعم. إن شاء الله تفضل. شرعنا قوانين من ضمنها القروض الصغير، هذا واحد. شرعنا أهم قانون طبعا رقم 18 لسنة 23، هو قانون التقاعد وضمان الاجتماعي للعمال. شنو هذا القانون؟ يعني أنتم راح تكون شركاء أساسيين طبعا في التثقيف حتى نعرف العامل طبعا، لأن هو عامل بسيط. هذا بيه امتيازات كبيرة جدا، حتى أكو امتيازات فاقت امتيازات. مثلا أنا موظف القطاع الحكومي، أكو امتياز فاق عن أنا امتياز اللي أحصل عليه. القانون أنصف المرأة بشكل كبير. إحنا طبعا هو شرع وضعنا الآليات والتعليمات، هسه في مجلس شورى الدولة مجرد المصادقة عليه يبدأ العمل. شلون يبدأ العمل بيه؟ يبدأ العمل ببنود القانون. يعني شنو أي قانون؟ القانون التقاعد وضمان الشمال، هذا يدعم القطاع الخاص بشكل كبير. راي طبعا هو كان موجود هذا قبل، مو احنا عدلناه. ايه. لا تعديل. يعني اذا اضرب لك مثلا، المراه كانت ما تتمتع بحقوق كامله، يعني فرضا بالوضع والحمل ما يطوها راتب كامل.
حالة حال. إيه لا اليوم تتمتع حالة حال الموظفة في القطاع العام، كل حقوقها موجودة. هاي بالخاص دا تحكي. طبعا احنا ليش هاي الخطط الست سألتني شنو اجراءات الوزارة، شلون راح نشغلهم، شلون راح ندعم القطاع الخاص، شلون راح نخفف ضغط الكبير. هاي خطوات، هاي خطوات مهمة جدا، وطبعا يعتبر من اهم القوانين والله. احكي لنا عليه بعد. يعني اليوم يشمل بالمخصصات غلاء المعيشة سنوين، ونربطها مع التضخم، نشمله بالضمان الصحي، راح نتعاقد وشركات تأمين رصينة بالتنسيق مع وزارة الصحة. خففنا نسبة العجز من 35 إلى 30. اليوم عندنا قطاع غير منظم، قطاع الضمان الاختياري مهم جدا. شنو هذا القطاع الغير المنظم؟ هذا يشمل الأعمال البسيطة اللي يزاولها المواطن، حلاق، سايق تاكسي، ما أعرف شنو هذا، تعرفها ايه طبعا ما شاء الله. راح الدولة شو تساهم؟ راح تساهم 15%. يعني هو راح يكون رب العمل وهو العامل، هو يدفع حلو. فقط 5% بس. هذا كله حتى يدخل بمظلة الضمان الاجتماعي، حتى نخفف الضغط الكبير. زين والشركات؟ الشركات موضوع ثاني. احنا عندنا شركات، يعني موظفي الشركات شو يسوي؟ طبعا هسه من خلال وسيلتكم الاعلاميه الموقره، ما اعرف مضمونين العاملين بالقناه ضروري يضمون. انا طبعا بالمناسبه رئيس لجنه كلفت من مكتب رئيس الوزراء وسيد الوزير على الوسائل الاعلاميه والتنسيق مع هيئه الاعلام والاتصالات، اعطوني الوسائل الاعلاميه المرخصه كلها زرناها. اي وسيله اعلاميه مرخصه تشمل عامليها بالضمان الاجتماعي. هو حتى ابو الفرني لازم يسوي ده. لا كلها هذا محل ويا اثنين ثلاثه تحقق. هذا طبعا نحسب على اصحاب الشركات. ايه؟ سالتني عليه. ايه؟ اما ضمان الاختياري انا اضمن نفسي وحدي، انا صاحب تاكسي، اكو امراه تزاول خياطه بداخل منزلها تضمن نفسها، تدفع فقط 5%. طبعا شلون هي شنو ال 5%؟ يقول لي انا ما اعرف شنو الفئه، هي راح تختار الفئه، يبدا من 500,000 الى 1,400,000. شنو اللي يعجبك تدفعين 500؟ يا فئه تريدين يا فئه تريد، هو حسب وضع الاقتصادي. هذا واحد. لهذا يعني بيه امتيازات ان شاء الله. يعني حتى انصفنا طبعا اصحاب العمل، حتى لا يقول لك انا بس العامل مستفيد، لا يقدر يشمل افراد اسرته. يعني مثل تسديد اشتراكات، سابقا كانت حقيقة 30 يوم إذا تأخر، لا سويناها 6 أشهر. يعني حتى نعطي فرصة. حاليا أنت تحدثت ب عندنا الموضوع. نواصل إن شاء الله. تفضل تفضل. حتى عندنا العمالة الأجنبية قطاع مهم جدا. يعني العمالة يمكن قدروها، إحنا ما مسؤولين عن ما موجود بشكل عام بحدود 1,000,000. أنا مسؤول على الحاصلين على رخصة عمل. اليوم عندي اكثر من 42,000 عامل حاصل على رخصه عمل. وانا ما اليوم ما اسمح يدخل غير العامل الماهر، ومو بس هذا، ارجع قاعده بيانات العمل وابتدي المهني، لان عندي باحثين على العمل من اصحاب الكفاءات الخريجين، يعني الشباب والشابات بحدود 1,700,000 ارشح للاختصاص، كل الاختصاصات عندنا. فقط اذا اعتذر المرشح يلا اسمح له يدخل، ومو بس هذا هم ايضا. هذه شهادة خبرة مصدقة من قبل وزارة الخارجية والسفارة. وبعدين سوينا وزعنا السمارة السبيان المن للشركات الاستثمارية الأجنبية المتعاقدة ويا الدولة. أنت شنو اللي تريده يا اختصاص حتى نفذ قانون العمل رقم 37 لسنة 2015؟ كم سامعين بي 50% نعم. عمالة وطنية، 50% عمالة أجنبية. لا احنا شركات استثمارية هسه عملنا على اكثر من 70% عماله وطنيه و 30% عماله اجنبيه. باعتبار عندنا كل الاختصاصات. طبعا. ليش الشباب يتظاهرون والناس وشركات نفطيه وصناعه؟ لا انا اهلك على الصناعه النفطيه. انا اريد الشباب. هذا شو وقت يطبق هذا الكلام؟ احنا عملنا بهاي الاجراءات. هذه 700 عملنا بها. هسه تروح تقدر هسه احنا قريبين هنا بهذا الشارع مال فرادة. تقدر تروح تفوت تعبر محلين الثالث بدون عمالة أجنبية تتوقع؟ هاي العمالة الأجنبية حصل هيك شيء؟ إيه العام شلون دخلت العمالة الأجنبية؟ إيه طبعًا هي دخلت أثناء الاحتلال وجاءوا وياهم هاي وحدة، وبعدين المرحلة الأخرى دخلوا بصيغ كان يعني سياحة دينية أو سياحية. هاي وبعدين أخو منافذ جو غير رسمية معروفة تهريب. صح. وين تهربوا سوق العمل؟ احنا مرات هذا العدد مثلا اقول لك رخصة عمل ترى مو 42,000، مو رقم ثابت، مرات يصير 100,000. اهم يسالني سؤال انت ليش هذا العدد نزل؟ اذن
هذا احنا نجدد رخصة العمل سنويا، جددت السنة سنة يعني الوراء ما جدد نزل العدد. طبعا بالمناسبة زارونا احد السفراء خاصة العمالة العربية مثلا سورية، طلبوا تصحيح مسارهم القانوني، احنا اعطينا فرصة استحصلنا موافقة مجلس الوزراء مرتين، فتحنا نافذة الكترونية، تقدموا اكثر من 12,000 طلب حتى يصححون مسار القانوني للعمالة الأجنبية، تقدموا يعني 12,000 راجعونا 9,000 يعني اصحاب العمل احكي لك اياه. ولهذا اكو اجراءات طبعا حقيقيه احنا وزاره العمل فيما يخص خاصه هاي الملفات، لان هي الشاغل المشكله الرئيسيه. وبعدين احنا تحدثت جنابك على القطاع الخاص شلون كان وين اصبح شنو دور وزاره العمل، وزاره العمل هاي اجراءاتها. نعم. قبل قليل بلال ذكر انه موضوع العمل، حاليا تحدثنا عن الإعانة الاجتماعية والرواتب وغيرها، إذا نروح للجانب الآخر اللي هو العمل، توفير العمل هو أهم، وهذا اللي يحتاجه الشاب أيضا أكثر من الإعانة، بما أنه راتب الإعانة هو ما ينصرف للشاب باعتباره هو قادر على العمل. لا هو فتوفير العمل إشكد هو اليوم مهم ومطلوب من خلال المؤسسات، مو شرط ممكن تكون تعيينات بمؤسسات الدولة، نتحدث عن المعامل، نتحدث عن القطاع الخاص، نتحدث عن كثير من الفرص العمل اللي هي تخدم الشباب، نتحدث عن مؤسسات تحتوي ممكن على تقريبا خلينا نقول 500 عامل مثلا. فشنو الاجراءات القادمه بخصوص هذا الموضوع؟ احنا تحدثنا، احنا شرعنا هاي القوانين، قوانين العمل عندنا رقم 37 سنه 2000، عندنا قانون 18 سنه 23، عندنا القروض الصغيره، هاي كلها تصب في مصلحه العمل وتخفيف يعني تشجيع القطاع الخاص. احنا كثير من المشاريع طبعا للشباب نجحت حقيقه هاي الفتره الحاليه، رغم يعني احنا وضعنا شروط محددات حتى يعني بالاخير يريده يشتغل، يعني عمل مشروع حقيقي قام على الارض لما اشوف هذا المشروع موجود مو بس على الورق، لا مو مثل سابقا. لهذا احنا اليوم لا متكئين، طبعا هي مو مناسبه بس مهمه وزاره العمل مؤسسات الدوله الاخرى طبعا، نعم بس احنا بشراكه اكثر من مؤسسه. طبعا احنا ليش عندنا 1,700,000 باحث عن العمل؟ هو ليش يجي يسجل؟ يعني بصوره حضاريه اجى الشاب والشابه اصحاب الكفاءات الخريجين، يعني بمعنى يقول لهم انا هاي مؤهلاتي قدمتها لكم، انا هاي اختصاصي، بالمقابل انا شريد اريد عمل. هاي احنا بدينا هاي من 2003 ترى قاعده البيانات موجوده. نعم. بس كان العمل ما يستعينون بقاعده بياناتنا. كانت تعيينات الكل يعرفها، هي تعيينات ولحد الان ما انا عندي كل الاختصاصات، فهسه صار ما اعرف على مجلس الخدمه الاتحادي. لهذا يعني هذا الملف مهم جدا، هي ليس من مهام وزاره العمل فقط. انا لعل وزاره العمل انا قدمتها، بالمناسبه احنا نتعامل ويا شرائح وفئات، نتعامل ويا ملايين، بس بالمقابل ايش قد عدد موظفي وزاره العمل؟ ترى في بغداد والمحافظات ما يتجاوز 8,300 اقل عدد بالوزارة، لا أقل عدد يمكن مديرية من مديرات وزارة التربية عددها يفوق عددنا 4 مرات. 8,000؟ والله 8,300 نأدي هاي المهمة الكبيرة. بس هواية 8,000؟ لا مو هواية أستاذ العزيز، يعني أتعامل أنا 2,150,000 وعندي 330,000 مال معين متفرغ. بس يقولون هذا بلال جريد. وعندي 1,700,000 باحث عن العمل، وعندي 22,000 عمر مضمون. هاي كلها تفضلها شركة. لا وعندي 300,000 عامل عليه شركه اهليه اي تفضل لك كل هذا الشغل. لا دي شركه اهليه بخمس موظفين وياهم جواهم شلون هاي اداريه؟ لا احنا هذا خوش موضوع طرحته بالمناسبه. ايه؟ احنا يمكن من بس احنا اولى الوزارات عملنا بالنظام الالكتروني. ايه؟ يعني حتى هسه عندنا متجاوزين على الحمايه الاجتماعيه، يعني وصل عددهم 225,000 مواطن او اسره متجاوزه على شبكه الحمايه، استردنا مبلغ مليارات بس ما نستردها بصوره مباشره، لا كله بي او اس الكتروني، كل دوائرنا هسه تلاحظوها ربطت. يعني انا عندي معين وعندي معاق وما يقدر يوصل، عنده مشاهده سنويه ما يقدر يوصل، لا هو ببيته وعبر صفحات التواصل مثل الواتساب، والمعين يمي والمعاق بالبيت، بس مجرد نشوفه يحضر لي المستمسك مالته. حلو. هاي من تبسيط اجراءاتنا حتى اختصار الوقت وتخفيف العناء، وحتى مرات اصحاب الاسر الفقيره حتى اجره ما عنده يوصل،
يعني انا البيان السنوي مجرد افتح الموبايل مالتي اسحب البيان السنوي راسا ويا مسكات واسلمه بالموبايل. اليوم احنا البطاقه الموحده كثير منهم ما عنده بطاقه، سويناها بالتعاون مع مجلس الوزراء مكتب رئيس الوزراء تواصل الكتروني، سوينا حمله وصلنا الاف مؤلفه صدرناها بصوره مجانيه. دعمنا الحمايه الاجتماعيه بالسله الغذائيه، يعني سله مختلفه من ناحيه الكم والنوع اضافه الى الحصه التومينيه. هسه احنا نريد نستضيفك بعدين ان شاء الله. هو ملف كبير والله، حديث شهرين ثلاثه اربعه ما اعرف ايش قد، يعني نريد نستضيفك تقول لنا نزلت نسبة الفقر، صار عمل للشباب، فتحنا معامل الفقر. هاي من مهام وزارة التخطيط. أنا لا، هاي من مهام مو مهام وزارتنا. يعني مو شغلتكم العمل؟ احنا العمل، العمل هاي إجراءات شرعنا قوانيننا، العلينا احنا شرعنا، أنت بالمقابل ترى الشاب ترى الوزارة تنفذ مو تشرع. لا ذاك مجلس النواب لا أول يعني شرعنا قانون هو جزء وهي السلطه التشريعية التنفيذية واحد يكمل الوزارة بعد انا شلون اشتغل على ما يشرع لي قانون؟ اي فهو لا اخوك تعال ينفذ يعني نفذ طبعا قانون التقاعد والله ماشي معي مو اجى يوم بليله، لا سنوات طويله من سيد رئيس الوزراء كان وزير العمل بدينا به. حلو. لجنه العمل النيابيه بذلت جهود كبيره، يعني قانون وليس بالسهل والله، يعني داخل القانون سنه 71 يعني مضى عليه اكثر من 50 سنه، هذا اول تعديل ترى. لا إيه. بالمناسبة احنا قبل فترة عدلنا قانون هيئة الرعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة كان راتبه 170 بالتعديل صار 250 ومجرد ينشر بالجريدة الرسمية يتنفذ، لأن هاي الفئة تحتاج إلى اهتمام دائما كبير. إيه. يعني مو بس وزارة العمل حاليا الناس هي تشكي من راتب المعين أكثر من الشخص 250 الشهر وبعد اكثر ان شاء الله نسعى طبعا مو بس الراتب اكو امتيازات اخرى نعم. الضمان الصحي عنده تخفيض 50% من اجور تذاكر السفر على خطوط الجو العراقيه. وقتها 250 شو يسوي يسافر بعد؟ وين مين يسافر؟ اذا راتبه 250 شو يسافر؟ طبعا بالتعديل مسمح له، انا اليوم معين اي وانا معين المعاق وانا ما عندي راتب رعايه صرت معين المعاق، التعديل الاول يعني حق له يقدم على الرعايه وهو بنفس الوقت معين. لا اعطاه فرصه يصير معين اثنين معاقين وياخذ راتبين؟ طبعا يعني راح يخدم هاي شخصي يعني كل هاي دعم للمواطن للمعاق وللمواطن اجراءات، واحنا في ظل هاي الظروف وموازنه وتخصيصات والناس ظروف شويه ظروف يعني كلش نشكرك وسعيدين بوجودك اليوم ويانا ونتمنى انه دائما نشوف اخبار حلوه ان شاء الله. لا انا متابع برنامجكم بالذات انا انت ما احنا عندنا علاقه بس هو ناسيني ها نتشرف فيك دائما استاذ نجم العقابي. كل الشكر لوجودك اليوم ويانا بصباحكم. شكرا جزيلا مشاهدينا، احنا باقين ومكملين وياكم، راح نروح الى فاصل ونرجع لكم. اهلا بكم مشاهدينا، وصلنا وياكم الى تواصل، راح نشوف اخر الاخبار اللي صارت ترند على منصات التواصل الاجتماعي. حصلت الناجيه الايزيديه ناديه مراد الحاصله على جائزه نوبل على شهاده للبكالوريوس في علم الاجتماع من الجامعه الامريكيه في واشنطن، واستثمرت هذه المناسبة لتوجه رسالة إلى باقي النساء الأيزيديات اللاتي تم تحريرهن من تنظيم داعش الإرهابي بإعادة الاندماج في المجتمع ومواصلة الدراسة. وأظهر مقطع فيديو لنادية مراد وهي تحصل على شهادة التخرج من الجامعة والسعادة تغمرها مع عائلتها التي حضرت تكريمها، ثم راح نتابع في هذا الفيديو.
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة جديدة للفنان السعودي محمد عبده في أول ظهور له عقب إعلان إصابته بالسرطان قبل نحو أسبوع. وظهر الفنان في الصورة المتداولة وهو بصحة جيدة وبدت عليه علامات الراحة مما طمأن جمهوره على حالته الصحية. وأثارت الصورة تفاعلا واسعا من قبل محبي الفنان الذين عبروا عن سعادتهم لرؤيته بصحة جيدة وأنهالت عليه رسائل الدعم والتشجيع في رحلة علاجه متمنين له الشفاء العاجل. ويذكر أن الفنان محمد عبده كان قد أكد مسبقا عن بدء تلقيه العلاج الكيميائي في باريس معربا عن تفاؤله بالشفاء واستمراره في تقديم أعماله الفنية. بنت أخو نصيف زيتون غنت أغنيته الأخيرة ويا رحمة بطريقة كوميدية ومضحكة وتفاعل وياها الجمهور بشكل كبير. وتمكنت أغنية ما في ليل لنصيف زيتون والفنانة العراقية رحمة رياض من تخطي حاجز 22 مليون مشاهدة على اليوتيوب محققة نجاحا بارزا مثل ما راح نشوف داخل الفيديو. هلا شو بدك تغني؟ يلا غني. ما في بالي كنت بقولك تقطع نفسي توقف قلبي الله أخطر ما يمكن أن يشهده أو يشهده طاقم طائرة هو رؤية خروج الدخان من محرك الطائرة أثناء تحليقها في السماء، وهنا يكونون في تحدي حول التصرف الصحيح اللازم فعله. هذا ما حدث مع طائرة أسترالية كان على متنها 3 أشخاص وتعرضت لمشاكل ميكانيكية أثناء الطيران. نعم، كابتن الطائرة اضطر إلى أن يدور حول مطار أسترالي لمدة 3 ساعات بهدف حرق الوقود فيها لتجنب اندلاع حريق. بالتالي استطاع الهبوط في اللحظة الأخيرة وبكل إتقان دون أضرار لكن من دون علاجات. نتابع في هذا الفيديو. يتطلع العلماء في الأبحاث الطبية إلى إيجاد حل بديل لمرضى السكري يغنيهم عن معاناة أخذ العلاج بالأبر. لذلك طورت جامعة سيدني الأسترالية نوعا جديدا من الإنسولين الفموي يعتمد على تقنية النانو، وراح يكون بشكل حبوب أو داخل قطع صغيرة من الأكل. ويأمل الخبراء أن تكون هذه الحبوب بديلا أكثر فعالية تمكن مرضى السكري من الاستغناء عن الإبر، وخلال المستقبل القريب سيتم عرض الدواء على 75 مليون شخص حول العالم يستخدمون الإنسولين لعلاج مرض السكري. إلى حد اليوم فإن هذه الفكرة ما زالت تخضع للدراسة المعقدة ولتسليط الضوء أكثر مشاهدينا على تفاصيل هذا المحور. نرحب بضيفنا طبيب الأمراض الباطنية وداء السكري الدكتور حيدر العامري. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بك دكتور. دكتور، هذا الحديث كل فترة يصير عليه تحديثات وتبقى هي يعني متوقفة وما يتم العمل بها، ومرضى السكري هم بالانتظار دائما وعلى أمل على أي ممكن دراسة أو بحث ممكن هي تنقذهم من موضوع الإنسولين. طبعا. شنو آخر التحديثات عندك دكتور؟ قبل ما نبدأ بآخر التحديثات لا أعترض على كم جملة. نعم. نفترض أنه إحنا بصحراء وراح نموت من الجوع والعطش ولقينا واحة بيها مي وبيها خضراوات خس أي شيء ممكن تنقذنا،
صح أنا ببالي راح أقول لو لاقي قوزي وبامية ولبن ومي أفضل، بس أنا إذا ما راح أكل ذني راح أموت. فالإنسولين علاج منقذ للحياة. صح أنه هو الإزعاج ده ينأخذ بشكل، لا هو أصلاً اختراع الإنسولين يعني غير يعني الطب وغير بهواية تمام أمور يعني. غير من أنه معدل الحياة للشخص اللي أدى سكر نوع أول سنتين، هاي السنتين يعاني إلى أن يموت إلى معدل حياة صار يوازي معدل طبيعي صح. طبيعي أي يقدر فإحنا وجود الإنسولين نعمة، وجود المي والخضروات البلواحة. ومنو أكثر بلد ينتج إنسولين؟ أنا بصراحة ما عندي إحصاءات على أكثر البلدان، بس الشركات المعروفة عادة عالمياً ليلي ونوفو نوردسك أمريكا والدنمارك. مهم دنمارك بالضبط. فكرتنا إنه الإنسولين، لذلك هسه الدنمارك غزوا العالم بعبر الإنسولين بأسماء أخرى مو بس بالإنسولين بالضبط، اللي هي يستخدموها للتنحيف. ها هذا نيشا جي ال بي 1 جلوكاغون يعني فشي مقارب يعزز من افراز الانسولين، يحسن من شغل الانسولين. القصد وين؟ القصد انه انا الانسولين اعطيه من رب العالمين، لازم اقول الحمد لله وشكرا. الحمد لله. نجي انه هو ازعاج البي حاليا انه هو انجكشن اوبر، فهذه الخطوه الجايه انه يتحول الى فموي، وهاي الخطوه ترى اكثر من شركه على النت مو بس جامعه سيدني، واكو شركه واصله للمرحله الثالثه من التجارب اللي هي اللي ما بعدها الافراز، يعني الانتاج للناس اذا الله راد، وان شاء الله اتوقعي سنتين ثلاث سنين ممكن يكون تحول الى حقيقه. حلو ان شاء الله. اذا احنا نريد نعرف هسه هذا الحكي على الانسولين ويقولون هذه الانسولين الخالص خلينا نسميه اللي هو الطبيعي الواضح اللي دا يستخدموه اهل السكر، واكو يقول لهم لا اخذوا هذا البديل اللي هي تجي بطريقه اصابع يعني من اقلام اقلام تمام. هذه تستخدم بطريقه ثانيه يقولون هذا هم ينزل السكر وهم يحافظ على السكر. تمام. فيا ريت نعرف الفرق. طبعا طبعا. مبدئيا الانسولين اللي ينفرز من الجسم يبقى بالجسم خمس دقائق ويطلع حسب حاجتك. فاذا اكلت حيكون افرازه هواي ويطلع ورا خمس دقائق، واذا ما اكلت راح يكون افرازه قليل. بين الوجبات لما تاكل اذا اكلت اي يعني انا اذا اكلت صار عندي جلوكوز بالدم هواي. فالإنسولين يدخل للخلايا بين الوجبات، الإنسولين راح يروح للكبد يبني جلايكوجين يبني خزين يضمه للمستقبل. فالمفروض أنت أثناء فترة أن السكر عالي بجسمك يكون إفرازه عالي، من السكر قليل بجسمك يكون إفرازه قليل. مشكلة وين؟ أنه إذا أخذت إنسولين لو تأخذه كل خمس دقائق ولازم كل خمس دقائق تقيس وتأخذ، وهذا مو منطقي صح حسب المضخات سوتها. لو قالوا خلينا نخترع فد اختراع يخلينا الإنسولين بطيء يغطي ما بين الوجبات، وإنسولين سريع يغطي الحاجة الشديدة الحاجة الهواية، فصار منا أنا مبدأ أنه صار عندنا إنسولين صافي وإنسولين خافض اللي هنا الفيالات اللي متعودين عليه هنا الناس. بعدين لقوا أنه ذني ما يتوافق 100% ويا القمة مالت الجلوكوز، والطويل الأمد اللي المفروض ما بيقمه يصير بيقمه ويسوي هبوط ورا فترة. زين. فتغير تركيبه جينيتيكلي انجينيرد هندسة جينية فسووا ذول الأقلام، فهم كلهم إنسولين بس الإنسولين معدل عليه يعني هم إنسولين هم كلهم إنسولين بس معدل عليه بحيث إنه يقوم يوافق أكثر شيء ممكن ويا أسلوب الحياة ويشبه الطبيعي. مو خطر هو مو خطر؟ الخطورة الوحيدة بالإنسولين إنه إذا أخذ أكثر من استحقاقه فيسوي هبوط. زين. بينما انت عندك هواي علاجات مالت سكر كحب هم يزيد افراز الانسولين وهم ممكن يسوي هبوط بالاضافه للاثار الجانبيه مالته. صح. فاني لما هذا امن يعني لما احكي للمرضى انه هذه ماده طبيعيه موجوده بجسمك اذا اخذتها بشكل صحيح راح تستفاد منها بشكل صحيح. بينما ما عندنا سرمد كان يريد يحاول يعني هو يلعب كمال اجسام فنصحوه انه يصعد جسمه بالانسولين. فهاي شنو المشكله هنا؟ أسوأ نصيحة ممكن تأخذها هاي إذا كان إفراز الإنسولين بجسمك طبيعي فعندك غدة نخامية تحدد حاجتك وتنطيك الزايد أو الناقص. إذا أخذت شيء من برا أنت تلعب بتوازن فيزيولوجي. والإنسولين أنا صارت وياي موقف صيدلاني والمفروض هو أعرف الناس بالأدوية دي يصعد جسمه أدى جروث هرمون وأدى إنسولين. الإنسولين يقولوا له أخذ وحدتين اللي هي كلش قليلة والجروث هرمون يأخذون 200 وحدة. غلط في يوم من الأيام
فاخذ الانسولين 200 وحده واخذ الجروث هرمون وحدتين. وليله كامله احنا وعائلته نتمنى لرب العالمين يدفع عنا هاي الغيبوبه وانه يعيش. فاي احد يقول لاحد تاخذ انسولين هو ما يستحق، يعني مثل ما شخص ده يقول له احرق نفسك او اشمم نفسك بالنار. دكتور يعني انت تتحدث عن صراحه كوارث ممكن تصير اذا الشخص ممكن انه هو ياخذ شيء هو ما محتاجه. قبل قليل تحدثنا انه اخر التحديثات اللي صارت انه ممكن الانسولين يصير على شكل حبوب فمويه عن طريق تقنيه النانو وغيرها من التفاصيل. هاي الامور ممكن يعني الطب ده يتطور بطريقه حلوه ومفيده للمرضى، هذا الشيء ممكن ينفع تتوقع بالسنوات القادمه مرضى السكري طبعاً. وممكن يبتعدون على الاقل عن الحقن التي نحن ما عندنا بس بالغين، عندنا اطفال صحيح. يعني للاسف صحيح. هذا الشيء كلش مزعج لهم صحيح. وانا دائما كل ما يجون اقول لهم انت لو جاي قبل 1920 كان ماكو انسولين، رب العالمين رحمنا ونكتشف 1920. هاي السنين تطور من صافي إلى خابط إلى أقلام، ده تطور بشكل كل متصدر. إذا ممكن بالسنوات القادمة جدا. بس هو ترى السكر مو بس يعني مو أي واحد بسكر يأخذ إنسولين. بالضبط أكو نوعين بس إحنا بنحكي على المعتمد على الإنسولين. أكو سكر ما يأخذ إنسولين. تقنية النانو هسه هذه الجديدة إذا صارت فراح يصير أدي حل جوهري، العيب الوحيد اللي الناس تكره اللي هو الأبر راح نخلص من عنده. فأنا أقول لكل العوائل اللي عندهم طفل اللي هو معتمد على الإنسولين حافظ عليه من المضاعفات خلال هالخمس ست سنين والأبر راح تنحل بالمستقبل إذا رب العالمين سهل. تنحل أو ممكن يستغني عنها في حال مثلا حافظوا على صحته؟ يعني لو هذا الشيء ما يصير بتراجع للاسف اذا جاء علاج يتعالج اذا كان خلايا بيتها ولحد الان مزمن بالضبط مزمن. يعني انا اضرب لهم هذا المثال دائما اقول لهم اذا كان خلايا بيتها ميته مثل ما شخص انقص من عنده اصبع ما راح يطلع واحده بس ممكن انه تنبني يجيبون خلايا بيتها ويخلوها بنكرياس صناعي ويخلوها بالجسم. فالقصد المستقبل دي يتطور بشكل العلاجات تطور بشكل مرضى السكري التراكمي يعني هاي الفئه من الناس المصابين نقدر نستثنيهم من هذا حديثنا لو هم ممكن ايضا يخضعون لحقن الانسولين؟ تمام انا افهم قصدك انه مرضى السكر اللي غير معتمد على بالضبط التراكم يعني التراكم هي حاله التراكم اللي نشوفه هسه شاسع يعني هو تحليل بالضبط هو تحليل اسمه تراكم يطلع معدل السيطره مالتك مال السكر خلال اخر 3 اشهر سواء انت كنت اول او ثاني. اكو ناس تعتقد انهم ما عندهم سكري تمام اللي يطلع التحليل مالتهم تراكم مثل ما سيدا يقول تمام بلال تمام بس هم يعتقدون انهم ما عندهم معاناه من السكري وبلشون يلتزمون بالغذاء وغيرها. تمام التحليل التراكمي هو عباره عن معدل السكر بجسمك خلال اخر 3 اشهر. نعم فاذا كان طبيعي معدل السكر بجسمك طبيعي. نعم واذا كان مو طبيعي فمعدل السكر بجسمك اعلى من الطبيعي. تمام فانت بس ما يعني منخفض الانخفاض من قياس التراكم. تمام نجي للنوع الأول، النوع الأول هو معتمد على الإنسولين، النوع الغير معتمد على الإنسولين هو اللي هو الثاني تمام، هذا عادة احنا 50% منهم بتغيير أسلوب الحياة، طريقة الأكل وأسلوب الرياضة ممكن يستغنون على العلاج فعلاً فهذا ما يتبعهم نفس الوقت 100% من عندهم إذا ظلوا بنفس أسلوب الحياة راح يعتمد على علاج ويتحول إلى يستنزف خلايا بيتها ويتحول إلى معتمد على الإنسولين. فأنت أمامك طريقين، طريق ترجع للحالة الطبيعية وطريق تمشي إلى أن تصير معتمد على الإنسولين. وطبعاً بالرحلة ممكن تصير مضاعفات، فأني مريض يأخذ إنسولين وما عنده مضاعفات أحسن 50 مرة من مريض يأخذ حب وعنده مضاعفات. فالفكرة بالموضوع كله أنه أنا أحمي من المضاعفات. تحمي من المضاعفات. أما بالنسبة للكبسول فهي راح تحل، طبعاً هي الفكرة موجودة من زمان، وأكو إنسولين هسه استنشاق. يعني اكو انسولين يجي كبخاخ اذا واحد ما يريد الابر. أيه. الفكره بانه مرات القوا انه يزيد التهابات القصبات الهوائيه فلحد الان الابر مفضله. عيب الكبسول الوحيد انه بالمعده تصير اكو مشاكل بالكبسوله للاسف الحقن هو الاكثر امانا لحد الان الحقن اكثر امانا بس والله اذا واحد يطلع على البحوث الجديده ينفتح امل كلش كبير بانه يتحمل يتحول الى فموي. مناسبه الامراض المزمنه تمام بصراحه مع الاسف يعني وزاره الصحه وقفت من سنوات
دعم الأمراض المزمنة بالأدوية مثل ما كان سابقاً. كانت قبل أي واحد عنده مرض مزمن يروح عنده دفتر يروح يستلم به شهري، يعني لأن هاي بصراحة تكاليف الضبط تكاليف والسكر وهذه التفاصيل. مع الأسف إحنا هسه المرض المزمن هو منا عنده يعني بس على التقاعد عايش، ويجي عنده مرض مزمن ويصرف بأرقام ترى الأنسولين والأوبر والهذا، يعني رقم مو قليل. برأيك اليوم وزارة الصحة المفروض ترجع يعني دعمهم، أنت كونك تشوف إيش قد يصرف؟ وزارة الصحة حالياً توفر الأنسولين الفيال العادي، أنا أتمنى إنه يقدرون يوفرون الأقلام نوافق المستقبل، يعني دنيا نمشي للمستقبل. والله إذا تشوف الوضعية عياناً راح تلقى الناس كلش معاناة كبيرة بهذا الموضوع، وإن شاء الله ما يقصرون، بس واحد يلتفت لهاي الفئة، فئة الكبار اللي هم المفروض اللي أدوا سنين خدمة طويلة، وأكثر فئة المفروض يعني كولاء دعم وكوفاء للي سووه إن الشخص يدعمهم. أكو استمارات أمراض مزمنة وأكو عيادات شعبية، بس بصراحة مو مستوى الطموح، إن شاء الله بحيل الله بالسنين الجاية حسن بالسنوات القادمة. كلش نشكرك دكتور اليوم، شرفتوا، وموضوع مهم هذا، ونتمنى لك كل التوفيق. ممنون، وإن شاء الله الله يبعد عن كل الناس اللي دي يسمعونه واللي ما يسمعونه هذه الأمراض. كل الشكر لك دكتور، سعيدين بوجودك اليوم ويانا. مشاهدينا نتمنى لكم الصحة والعافية، والله يبعد عنكم إن شاء الله كل الأمراض. باقين مكملين وياكم، راح نروح إلى فاصل ونرجع لكم. جايب لكم واحد خريج قانون مهتم بالأبحاث والكتابة وناشر، ومهتم أيضا بصناعة المحتوى الإيجابي. هو طبعا مو محتوى يعني إيجابي، وإنما محتوى مهم وعلمي وبجوانب جيدة جدا. اليوم راح يكون حديث عن الشاب سجاد ماجد، واللي هو سجاد السوداني مشهور بهذا الاسم، اللي قرر نقل معرفته وثقافته بالأمور الاقتصادية والتكنولوجية على منصات التواصل الاجتماعي بطريقة حامية جدا. أهلا وسهلا بك سجاد. أهلا وسهلا بك سجاد. أهلا وسهلا بك. كلك طاقة. أهلا بك. بك أحس عراقي أصلي. والله أكيد الحمد لله. سجاد شلون هيجي جتك هاي الفكرة؟ أنت رايح على القانون، جابك على اليوتيوب، ما شنو؟ هو بصراحه انا واليوتيوب اللي نشرته ده تقول انه كله يعني نفط وهيجي واقتصاد وسياسه وغيرها. ايه صحيح. انا اصلا دوين. انا اصلا من عائله ميكس، اغلبيتهم اقتصاديين ويحبون الاقتصاد وعلموني على القراءه والاطلاع من اني وصغير، واتوقع انه اني وصغير اخذت كورس كان هو اهم كورس بحياتي، اللي هو اسمه تعلم كيف تتعلم. حلو. انا اي شيء اليوم اريداني محب لكل العلوم، الاقتصاد، الاحياء، الطب، القانون، النفط والغاز. بس تأدب. أنا أدبي. بس محب كل العلوم هاي تمام تقبلها؟ رايح أدبي، هو يحب العلوم رايح أدبي، شون؟ أحب العلوم كلها. بالنسبة لي التعليم العلمي زين. وكل هاي الأمور يعني أنا شخص شوية بالدراسة النظرية أوكي، ما أحب أنطي جهد، بس أحب أقرأ هواية. قارئ نهم كلش. دراخ؟ لا مو دراخ بالعكس. لا. يعني أصلاً أكو أشياء أتعلمها صعبة كلش. لعديش ما رحت علمي؟ لانه العلمي بالعراق ما اردت ادرس طب ولا صيدله ولا هندسه ولا اردت هذا كله. انا عندي حلم بحياتي انه ماجستير بالقانون اخذها برساله معينه، واشوف انه موضوع النفط والغاز للاسف بالعراق ما اخذ حقه. احنا واحده من اكبر دول العالم للنفط، احنا النفط مالتنا انا اسميه فرار النفط. احنا اكو شيء اسمه خام برنت وخام بحر الشمال، واكو شيء اسمه خام البصره. احنا اليوم البصره لها سعر بالعالم وحدها. احنا تصور النفط اللي موجود بالعراق، حقول لك على معلومه، اكو خط اسمه خط التابلن بنت السعوديه سنه 1947 لنقل النفط. تصور سنه 1947 هذا توثق، واكو ارشيف فيديوهات له. احنا اليوم عندنا حقول مثل حقل مجنون، حقل الرميله، حقل اريدو اللي اكتشف حديثا، تصور 12 مليار برميل احتياطياته. عندنا حقول موجوده بكركوك، واخير فتره هسه احنا حاليا التراخيص اللي صارت 13 حقل اخذتهن الشركات. العراق احتياط النفط مالته 160 مليار برميل، يعني اتصور حجم النفط اللي موجود داخل العراق. نعم. هذا البلد اللي ما حد يعرف. انت حاليا بدك تتحدث عن ارقام يعني هذه الثروه اللي احنا نمتلكها اكيد، لكن خلينا نتحدث عن
الاهتمامات اللي نقدر نضيفها مع اهتماماتك بالاقتصاد وغيرها من التفاصيل، خلي نسولف أكثر عن الاهتمامات. أني كلش أحب مقالات جامعة هارفارد الأمريكية، ودائماً متابع آخر تحديثاتهم. كلش أحب موضوع ريادة الأعمال، وأنا أصلاً اشتغلت محلل أعمال في تطبيقات موجودة بالعراق، تطبيقات مشهورة كلش. بس قبل فترة جربت محتوى واكتشفت أنه النفط هو الناس تحب تسمع عنه. فقط عن النفط لو ممكن. أنا أصلاً عن الذكاء الاصطناعي وآخر أدواته عندي دائماً إكسس، وعندي داتا كبيرة كلش عن أكثر من 150 أداة وتطبيق ذكاء اصطناعي. وأحب يمكن هسه أنت حتستغرب وحتقول أدبي ويحب الفيزياء الكمية. فقبل فترة يعني قبل فترة قرأت تقرير من مجلة استشراف المستقبل بأبوظبي، أكو اكتشاف يسموه الحواسيب الكمومية راح يسوي نقلة كبيرة بالطب بعد 10 سنوات. راح نشوف اختراعات موجودة لأمراض هي كانت مستعصية. قبل شوية تحدثتوا عن موضوع الأنسولين. نعم. الحواسيب الكمومية والفيزياء الكمومية هي اللي راح تساعد بإنتاج أنسولين فموي. وبالنسبه للذكاء الاصطناعي والنفط، شوفوا الذكاء الاصطناعي دخل بكل مجالات العالم، شات جي بي تي، جيميني، جوجل بارد، كله حيدخل بالنفط والغاز. اليوم النفط والغاز حتستخدم علم الذكاء الاصطناعي. بمثلا النفط والغاز اساس عملياته هو الحفر وامثله الانتاج والمخزون وادارته. الذكاء الاصطناعي راح يدخل بكل هاي العمليات. شلون؟ عندك مثلا الذكاء الاصطناعي راح يقلل من الخطوره اللي تصير. انه مثلا اليوم البشر مثلا الحفر الدقيق على سبيل المثال، اكو روبوتات واكو درونات راح تبدي تطير على مساحات شاسعه. اليوم انت على مود تكتشف نفط بمكان معين، فانت قبل لازم تروح وتدور، واكو دلالات معينه. اليوم اكو بعد شنو درونات هي راح تطير بالصحراء العراقيه. يعني هذا ايش بالمسح اللي يسوي الدرونات هاي؟ عندها داتا معلومات، اكو بها رقائق تعرف شنو الدلالات اللي موجوده، وتسوي مسح للمنطقه وتعطينا الداتا والمعلومات واحنا بمكاننا، ما محتاجين نروح نفتر بالصحراء. نعم. وندور بكل هاي. نعم. الامور حاليا لو ردنا ندخل لصفحتك، بما انه ناس احنا ممكن بعدنا ما متابعين، وان شاء الله اكيد راح نتابع، اذا ردت تاخذنا بجوله بصفحتك. خلينا نتحدث عن البدايات، اذا نبدي نرفع بالرول والتصفح، فالبدايه منين راح تكون وشلون انتهت الى وين ما عليه الان؟ انا اول فيديو نشرته مره وكنت يعني ما متقصد هيك، فكتبت انه ليش نحرق الغاز واحنا محتاجينه، وشنو الفرق بين الغاز العراقي والغاز الروسي. فظليت ابحث لمده يومين ارد اشوف شنو ميزه الغاز العراقي اللي موجود. شنو ميزته؟ ميزته انه احنا نقدر نوصل له. لا نقدر. ميزته انه احنا نقدر نوصل له اسهل من الغاز الروسي اللي موجود بين الجبال والثلوج وموجود البيئات. وصولنا اليه قصدك؟ وصولنا اليه. نعم. واستخراجنا اليه اسهل بكثير من الغاز الروسي. وللاسف العراق لو كان مستثمر الغاز كان الازمه اللي صارت باوروبا احنا اللي نغذي اوروبا، لانه تعرف مشكله روسيا وقطع الغاز والى اخره. للأسف إحنا متأخرين عن العالم كله. واصلت ويا وزارة النفط؟ أنا هدفي من هذا كله بصراحة. لا هم تواصلوا وياك شيء؟ لا للأسف يعني. أنت ما حبيت؟ أنا يعني بصراحة موضوع النفط والغاز بالنسبة لي كسجاد هدفي الأيام الجاية. شوف إحنا عندنا 115 إحنا بالنفط والغاز مهندسين يسموه تركيب، إحنا نسميه حقول. 115 حقل نفطي ما مكتشف لحد الآن. 71% منهن قيد الاكتشاف. 27% اللي هن موجودات حاليا. فالنفط والغاز يعني بالعراق بصراحه حرامات ميت. لا بس انت لازم تتواصل وياهم، يعني معلوماتك حلوه وعندك افكار خصوصا حلوة. بالذكاء الاصطناعي يعني اكو شغلات ممكن جديده ممكن تساعد. يعني ليش انت ليش هيك مستبعد هذا الموضوع؟ ما ادري. لا بالعكس انا يعني لا اذا 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 تواصلت وياهم راح تقدر اذا توك فرصه تحقق شيء حلو جزء. طبعا طبعا يعني اكو اصلا يعني لازم النفط العراقي. يعني أنا كنت أقولها دائما إحنا دورنا بالسوق، السوق العالمي للنفط. العراق هو واحد من أقوى دول. أنا قلت لك إحنا ميزتنا نفط خفيف جدا. النفط الخفيف هذا ما موجود بكل دول العالم. النفط الخفيف هذا تقدر تستخرج منه الكيروسين. يعني اليوم مثلا شركة أدينوك أبوظبي اللي هي المسؤولة عن إنتاج النفط، إحنا تدري العراق بي تقريبا أكثر من شركة لإنتاج النفط، شركة سومو ونفط الجنوب. هذين الشركات إذا نحطن أو ندرجن على سوق الأسهم مش قد يصيرن. اليوم شركة أرامكو مش قد تعادل، تقريبا تعادل شركة أبل بالأسهم تريليون. شركة أرامكو اللي هي شركة نفط. شركة نفط. أنا أريد أنزل فيديو الأيام الجاية ليش ما ندرج سومو وشركات نفط العراق على سوق الأسهم. هذني إحنا باليوم نصدر 4 مليون برميل، وسنة 2027 رح نوصل 7 مليون برميل. فليش الشعب العراقي ما يستفاد من هاي الثروة وما نستفاد إحنا بشكل عام من النفط من ناحية إنه إحنا نبدي نتداول؟ ليش إحنا أصلاً الوزارة ما تستفاد من هيك الشباب؟ يعني بصراحة أكو فد نقطة مهمة.
يعني هسه سجاد بهذه المعلومات، انا يعني ما دا احكي بس على المعلومات اللي دا يقولها هسه، لا هو عنده كم هائل من المعلومات وعلميه اكو بهذه المعلومات ومهمه. السجاد يحتاج هم يدفع فلوس حتى يتعين مثلا بوزاره معينه؟ يعني هم لازم يدفع رشوه حتى فتشده وشدتين وهذا حتى يتعين؟ مو هذا كفر يعني؟ ليش من استثمر سجاد واللي مثله بالوزارات ونعطي يعني فرصه هم يرتاح لواحد من الموظفين الكبار السن اللي هو بعد خلص يعني، ويعني وقته يعني انتهى، وهسه زمن العولمه الجديده وعندنا زمن التقنيات والذكاء الاصطناعي، خلينا نعطي لنا واحد اثنين 10 20 من الشباب شوي يدخلون هيك يغيرون دم الوزارات، يغيرون دم العمل وشوي، صح؟ نعم. وانا تواصلي ويا الاجانب، انا تواصلي ويا الاجانب عالي كلش، وعندي صفحه صرنا نحكي بها باللغه الانجليزيه، وناوي الفتره اللي جايه يمكن اترك اللغه العربيه وابدي اقدم، اريد اعرف العالم من العراق، احنا ثروه كبيره، احنا يعني العراق. انا اصلا حتى على موضوع التعيين والتعيينات، انا كان عندي نشاط كلش خاص انه اعرف او اعلم الشباب الجيل اللي وياي مهارات التواصل، مهارات الكتابه السريعه على اللابتوب، مهارات تساعدهم ان هم ياخذون وظائف بالقطاع الخاص العراقي الجديد. واكو هواي اشياء يعني كنت اسويها كلها بهدف شخصي واساعد بها، تعرف حتى على موضوع التعيينات اللي انت تسولف عنه، انا يعني انا التعيين ما راح اقعد انتظره، انا علمت نفسي المهارات الجديده ودا اعلم الشباب اصدقائي مثلا مهاره تحليل البيانات، مهارات اكسل، مهارات الحاسبه. اليوم الشباب العراقي ما محتاج يتعلم او ما يحتاج يتعين، محتاج يتعلم شلون يتعلم. يتعلم ويحتاج يواكب التحديث اللي صار والقفزه وطريقه التعلم نفسها والقفزه اللي صارت. انت تتحدث عن اهتمامك بالذكاء الاصطناعي، وتتحدث عن هذه المعلومات والداتا اللي عندك وغيرها من التفاصيل. قبل قليل بلال ذكر شقد احنا محتاجين هذه الطاقات الشابة بداخل الوزارات. اليوم احنا محتاجين يعني صراحة يصير مثل الانقلاب بطريقة هيكلة العمل بشكل عام بالمؤسسات حاليا اللي احنا عندنا. اليوم احنا محتاجين تحديث من خلال هذه الأفكار الجديدة والحديثة اللي واكبت الذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا والمعلومات بالعربية والإنجليزية. هذه اللي ممكن تنقذنا وتخلينا نواكب لعشر أو عشرين سنة قادمة إلى الأمام. فاليوم بشكل عام لما تتحدث أنت عن الشباب، هذا أفضل شيء ممكن أنه أنت تقدمه. الشباب اليوم هم محتاجين توعية، شلون احنا نقدر نوعيهم ونغير افكارهم ونعلمهم شلون يتعلمون، ونعلمهم شلون يتعلمون لانه انت اليوم لما تستقبل شيء جديد انت ما عندك معلومه عنه، فلازم يعني هذا يسموه ما وراء الادراك المعرفي. انت شلون حتستقبل معلومه جديده؟ انت مثلا طريقه اخذك للقرار، انت مثلا شيء يعني مثلا الرياضيات وفيزياء انا كانت انا كلش احبهن، بس انا كنت ما اعرف شلون اتعلمهن قبل، انا لا ثاني قوي كلش بهن، بس لانه ما علموني شلون اتعلم الفيزياء، شلون اتعلم الرياضيات. بس أنا طبعاً هذا كله، أنت قبل شوية قلت لي شغلة، قلت لي أنت أدبي، تعرف أنا واحد من أكثر الناس اللي قارئ عن التاريخ العراقي القديم كلش، وقبل فترة نزلت فيديو سوى ضجة كبيرة أنه ليش حضارة العراق أعظم من مصر، فصارت كلش ضجة كبيرة عن بالفيديو هذا، وحكيت بكت عن موضوع، نزلت بوست قلت لصوص لكن ظرفاء. اليوم على متسجاد الجدل صار مع العراقيين ولا مع المصريين؟ مع اثنيناتهم. يعني كتبت شغلة، كتبت أنه المتحف البريطاني اليوم ماخذ اكثر من 1899 قطعه اثريه اخذها محطوطه، على مود انشر اني كسجاد اسوي محتوى، اكو حقوق ملكيه لهاي الاثار اللي موجوده العراقيه اللي هي السومريه والبابليه والاكاديه والاشوريه كلها موجوده. تعرف لازم تدفع فلوس على مود تاخذ حقوق نشر هاي الصوره؟ فوق ما اخذوا تاريخنا واخذوا اثارنا الحلوه واخذوا اشياء ما تقدر تنشر تحكي عليها. مستحيل اقدر انشر عليها. انا كنت موجود لوح قلقامش من اجى واستقبلته وزاره الخارجيه، كنت من المحظوظين اللي اندعوا بوزاره الخارجيه ورحت شفته. هذا يوم تاريخي. انا يعني دائما احب كل العراق، احب انه يعني تصوروا هاي الثروه العظيمه والاثار اللي موجوده. احنا طبعا تحدثنا عن مواضيع متعدده، ذكاء اصطناعي ونفط. لما الناس تقول لك العراق مليان خير، فعلا العراق مليان خير، واذا اليوم سجاد موجود فاكو 20 واحد غير سجاد، ممكن بس سجاد هو يعرف شلون يتكلم ويعرف شلون يتواصل ويا العالم. بس انا بطبعي انسان يحب ينطي المعرفه اللي عنده، ما يحب يضمها على الناس، بالعكس يحب يساعد الناس، يحب يساعد الناس الكل. يعني انا بالنسبه لي انه اليوم اشوف شباب عراقيين، يعني انا وحده من اطلع برا واقول لهم اني عراقي ويقولوا لي زوا حديد عراقيه مثلك، هذا وحده كبير كلش. زوا حديد اللي هي المعماريه العالميه، فتصور. فعلا فعلا احنا كلش نشكرك سجاد السوداني، اتمنى لك كل التوفيق. كلش ممنون وشرفت بكم.
كل الشكر سجاد، نتمنى لك التوفيق والنجاح دائما ان شاء الله. مشاهدينا وصلنا وياكم الى ختام صباحكم لهذا اليوم، راح نشوفكم ان شاء الله يوم غد على نفس الموعد في امان الله. مع السلامه.